مثل ما بتشوف أخي، مثل ما بتشوف. الله يرضى عليك. يلا خاطرك أختي. وين خالي؟ ما بدك تشرب القهوة المرة؟ لا تصبي خالي، لا تصبي. شربنا قهوة مرة كتير، هلا صار لازم نحليها. هذا اللبس اللي لابسينه لك خالي بدكم تغيروه. لبس الأسود والحزن والبكي ما بيرجع اللي راح، ولا شو رأيك أختي؟ مثل ما قال خالكم يا بنات. بس يا عمو خالي، رضاي عليك فضي سيرة بقى. بدك شي أختي؟ سلامة عمر. يلا خاطري. طبقك، مع السلامة. جاي. يلا صار دورك، تو موعد. يا ميت اهلين وسهلين بامزكي، جيتي بوقتك تفطري معنا. ماتك بتحبي خالي امزكي؟ كش مره وبعيد ما تحبني اليوم. بعيد الشر عنك امزكي. تسلمي لي يا سوعان. يلا يا بنات وينكم؟ يلا يا عمو. يلا اهلين امزكي. اهلين خالي. فيكم انتو التنتين. يا ام سليم، يا ام هدية، تعالوا اكسروا السفرة. يا مو انا بدي عروسة لمي. ايه على عيني يا مو. وانا كمان يا مو بدي عروسة زيت وساتر. ايه على عيني. يلا صبي شاي جميلة، صبي. هاتي يا مو. سلموا ايديك. وهي على قلبي عليها، مقهورة مقهورة من صمصومة قلبها على عم ابو حسن، مع انه سعاد خلصت عدتها. إلا كان بدها تنقهر عليه، مو أبو جوزها وبمقام أبوها الله يرحمه. إيه والله كان بمقام أبوها، ونادرا ما تلاقي عم مثل أبو عصام الله يرحمه، أحسن من حماتها بألف طاء وطاء. يو شو جاب لجاب، ذاتا ما بيروح إلا المنيح وبيضل. استغفر الله العظيم يا ربي، استغفر الله العظيم يا ربي، ما بدي أحكي عليها مشان ما يقولوا شمتانة فيها. إيه لا فوزية، الموت ما في شماتة. بس بتعرفي بشو عم فكر؟ بشو تقبريني؟ تقبري عداكي. سعاد هلا بعد موت جوزها بده يقوى عصا اكثر من الاول. عليكي فشرت بعينها. ذاتا انا وياها هلا صرنا متعادلين. بشو؟ نحن التنتين بالهوا سوا، هي ارمله وانا ارمله. بس بتعرفي شو اللي بده يقوي لها عصا؟ انه ما عاد في مين يشكمها ويسد لها تمها. قصدك جوزها ما هيك؟ اخ بس يا فوزيه، اخ لو كملت معي هيك وما رجع ابو عصام قبل ما يموت، لكنتي شفتي سعاد هلا مكسوره شوكتها طول عمرها بالحاره. وهلا مكسوره حبيبتي، ليش قليل اللي صار معها ولا قليل عمايلك فيها؟ لا لا فوزيه هلا غير. وبصراحه خايفه منها. من شو؟ لا تقوم تكبر راسها وما ترجع لطفيه لعصام. شلون ما بدنا نرجعها يا امزكي؟ لطفيه كنتنا، بعدين حبله، واللي صار اخر رجعتها شوي. روحي إلهي يجبر بخاطرك وخاطر بناتك يا سعاد، مثل ما رح تجبري بخاطر لطفية يا حق. المسكينة انظلمت معنا. اي والله انظلمت، انظلمت وراحت بين الإجرين من تحت راس أمها فريان. امزكي لا تنزعي صباحنا وتجيبي سيرتها، قيمينا منها ومن اسمها. الحق معك يا بوران، ذكرى بيخلي البدن يزنزل من الصورة. المهم هلأ كل شي بده يرجع مثل ما كان عليه قبل ما تحل علينا هالمصيبة. يعني رح نرجع نجتمع عندك ونسهر سعاد خانو؟ كل شيء مثل الأول أمزكي، كل شيء. لكان أنا هلأ بس خلص أكلي رح أدور ولف على كل نسوان الحارة وبلغوا الكلام اللي حكيتي. إيه بس بيت فريال مالك فوتي عليه أمزكي. حبيبة قلبي، أنا من يوم ما كانت أمك مطلقة ما فتت بيت فريال. قال علي رايحة لعندها. أيو لا لا يقل عليك ولا يروح فكرك لبعيد، أنا ما فوت لبيت فريال حتى أمك. مو هالحكي يعني هلأ بجودة؟ والله ما بعرف، سأل شباب حارتك يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لسه كل ما فاتت الدورية الفرنسية على الحارة بيعدوا بتأوروها على الطالعة والنازلة، والشريط فيها بدي أرجعهم عضلاته وسلاحهم. اسمح لي لك أبو جودات، الحكي اللي عم تحكيه ما له أساس من الصحة، هننا عم يتحركشوا بشبابنا. شلون عم يتحركشوا بشبابك ها؟ فينك تقلي يا بشير ليش ابنك اتخانق هو العريب الفرنساوي مشان شو ما كان يبيع خبز من عندك من الفرن ها؟ ابني قال له استنى لبيع الحريم بالأول، مو حلوة الحريم تضل واقفة والغريب ياخذ خبزاته قبل الكل. ما بيصير،
العسكري لازم ياخذ خبزاته قبل كل الناس. هي عنكم بالاشلي يا ابو جوده، اما نحن عندنا بالحاره بده يلتزم الادب اي من كان يكون. ولما بيكون الواحد منا وفينا بنعطيه عيوننا وبيرضاتنا. هاي انت لم تجي لعنا على الحاره بتاخذ اغراضك، حدا بيقول لك شيء؟ لا خلصنا بقى ابو جوده، تلفها برمي. هي الشغله كلها محرزانه اللي انت جاي من شانها. بس انا اكلت بهدل من تحت راس حارتك يا ابو شهاب. ايه حقك عندي. وانا اللي حاطين على حارته خط احمر. خط احمر؟ ايه نعم خط احمر. ان كان انتم عم تتعاونوا مع السوار بالغوطه وعم تهربوا لهم سلاح مشان يهاجموا معسكرات الفرنساويه. وهالحكي انت صدقته ابو جوده؟ انا لحد هلا ما شفت شيء. معناتها اسمع وصدقني، هدول عم يفتروا علينا لحتى يربطوا لنا ايدينا ويبطلوا يخلونا نعرف نشتغل شيء. يعني ما في شيء من هاد عقي؟ روق لي حالك انت بقى عمي ابو جوده، وبعت لي واحد من جماعتك لعندي على البواكي، قايم لك نص شوال عدس حوراني على كيف كيوفه. يعني بصراحه عقيد، انا كنت عم اقول لحالي معقول العقيد ابو شهاب ينسانا وما يبعث لنا شيء من البواكيه تبعه؟ مالي نسيانك يا ابو جوده، مالي نسيانك، بس مر علينا ظرف صعب على الحاره انت ادرى. ماشي الحال ماشي الحال، الله يرضى عليك، نبه على شباب الحاره، ما بدي مشاكل، وبالاخص وقت بتمر دوريه فرنسيه، وابن اختك معتز بالذات. فهمه يا اخي، غض نظر، يعمل حاله ما شافه، ما بدنا مشاكل يا ابو شهاب. السلام عليكم، وراي نوريكم. وعليكم السلام. شو عقيد؟ والله الحاله صعبه يا ابو حاتم، والهيئه حاطيننا براسهم، ما راح يمرقوا لنا اياها على خير. والله يا ابو شهاب جيت الضابط الفرنساوي على الحاره مو لالله. ما اشتلقتوا عليه شلون عم يتكسمنا واحد واحد، وام كانه عم يدور على واحد بيناتنا؟ ولا شو رايك انت ابو بشير؟ ولك يا جماعه ابو جوده، تعملت فنج مشان يقبض له كم قرش مثل العاده ابو حاتم. لا يا ابو بشير لا، كلام ابو حاتم مزبوط 100%. العين صاير على حارتنا، مشان هيك لازم نحتاط وندير بالنا، والامور كل مالها لورا. فتحيه مر عقيد، روح عند اهلي على معتز وعصام. اوامرك يا امرأة. يا امتك على جميله كثير السفره، جميله جيب الشاي، جميله هات القهوه. يعني فريال ما اجت لعند سعاد؟ قيب لي بحمى بنافوخه. بهيك حاله لازم تنسى كل شيء بينها وبينها وتروح تعزيها بوفاه جوزها ابو عصام. على القليله هلا لانه خلصت العده تبعها. قليله اصل يا ام زكي. بتتذكري لما مات عم الزعيم شلون سعاد بذاتها راح لبيته وعزتها بوفاته؟ لانه سعاد بنت اصل، بس هي فريال ورفيقتها بدهم لق بالابقاب والصرمايه على انزعتهم. وعلى شو عم يتنزعوا دخلك؟ ايوه قال خبزك درى وخبزي درى، على شو الانبره بعدين؟ يا حبيبتي فريال ما بدها تنسى الماضي، وبدها تضل حاقده على سعاد خانه. بيني وبينك ليه سعاد قايمتها من ارضها لفريال؟ بس فريال راح بتطق على ما تصالحها سعاد خانه، وعم تحطني انا واصله بيناتهم. ليكون عم تزوري فريال ام زكي؟ يلا والله العظيم ما زرتها من يوم ما تجوزت بنتك ودا لعصام، بس هي اجت لعندي وقلعتها من قدام الباب. ما قصرتي معي يا ام زكي، ما قصرتي. انا بعجبك صرت شهيره، بعجبك. هي ليش هيك عملتيها مره مثل الصبر؟ ماسكين خاطر لسعاد خانم يا ام زكي. ايه لا حبيبتي، قومي اعمليها حلوه وحطي لها سكر زياده كمان، لانه كل شيء رجع مثل الاول عن سعاد خانم. ما فهمت عليك يا ام زكي. سعاد خانم خلصت العده تبعها وشلحت الاسود الحمد لله، وبدها ترجع تعملنا جمعه مثل الاول قبل ما يموت جوزها ابو عصام. عم تحكي جد لك ام زكي؟ يا جد الجد، وهي قالت لي انه رح يرجع كل شيء مثل الاول. اخ الحمد لله، والله فرحتيني. وهلا رايحه دور ولف على كل نسوان الحاره وبلغهم كلام سعاد خانم. قومي قومي اعملي لنا فنجان قهوه حلوه خلصيني. ايه مو على عيني يا ام زكي. ان شاء الله بتسلم عينك يا حق. يلا انا بشرب هذا الفنجان لبيبا يجي الفنجان الثاني. شو عليك؟ بلي ضايع عليك يا معتز، هدي لي حالك ولا تتهور. واترك اللي قتلوا ابي عم يفوتوا ويطلعوا على الحاره امتى ما بدهم ويعملوا شو ما بدهم. لا والله يا خالي لا والله. ما رح نسكت لهم يا معتز، بس كل شيء بوقته. لك يا خالي رح اطق رح اطق. جاي على بالي فوت على السرايا وتطق كم واحد بيناتهم واخلص بقى من هالقصه واخذ بتار ابي. رح ناخذ بتاره وما رح نسكت لهم. لك يا خالي بس مو هلا والدنيا قايمه قاعده علينا، اتركها الا ما يجي وقتها. بس يا خالي يا معتز.
شكلين ما بحكي، ووعد علي لما بيجي وقت انك تكون على يميني وتاخد حقك بايدك. الله يصبرني، الله يصبرني. عباس